احنا كناس موجودين بالموقع متضررين جدا من هذا المشروع، لأن هذا المشروع اولا لا يخدم مصالحنا. اي مخطط هيكلي يعمل في اي منطقة احد اهم اهدافه تلبية مصلحة اهل المنطقة. احنا ولا مرة كانت مصلحتنا عمل 100,000 متر مربع من المكاتب، ولا مرة هذه مصلحتنا. احنا في ضائقة سكنية كبيرة وريت يحولوا لنا اياها لسكن حتى نقول جزء من مصلحتنا. احنا كناس موجودين في ذلك الموقع، اللي فينا تبع بودي واللي فينا تبع ميكانيك واللي فينا قاعد بيشتغل رزقه يوم بيوم، قاعدين بيقولوا لنا اياه وبيجيبوا لنا اشي كتير متقدم عنا، ومرة واحدة وفجأة فيش تطور في الاحداث. احنا شعرين انه هذا المشروع مش إلنا، لا يخدمنا، وهناك أهداف سياسية وراء هذا المشروع. إحنا بنتمنى على كل واحد بيسمعنا يعرف إنه إحنا مواطنين بسطاء، إن نظلنا عايشين على بوابة القدس الشمالية نحميها بروحنا وبنفسنا بقدر المستطاع.